يا صباح الخير على كل مشاهدينا من قناتنا قناة الصحة والجمال. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا من الاسبوع اللي فات مع برنامجكم، برنامج حكاوينا بالمصري. ارحب بندى واقول لها صباح الخير. ازيك يا ندى؟ صباح الفل، ازيك يا عامله دودو؟ ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الأخبار؟ الحمد لله، ربنا يخليكي. النهاردة تمام. الحلقة سخنة جدا ومتنوعة، يعني الفقرتين اللي معانا متنوعين ومش بيكملوا بعض. أول فقرة معانا دكتورة رانيا صلاح، أخصائي تخاطب، وهتتكلم عن ازاي نعمل جلسة تخاطب من البيت، يعني ازاي نسهل العملية لماما لو هي مش عارفة تتواصل مع حد تخاطب. الفقرة التانية هتكون معانا كابتن حكم دولي، هيوضح لنا ازاي الأماكن اللي فيها ديفوهات تنزل برياضة معينة غير الأيروبكس والزومبا. كل ده هنعرفه، بس تعالوا نطلع فاصل ونرجع نرحب بدكتورة رانيا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنرحب بدكتورة رانيا صلاح. زي ما قدمتها ندى من شوية قبل الفاصل، دكتورة رانيا صلاح أخصائية تخاطب. النهاردة هنقدر نعرف مع دكتورة رانيا إزاي الأم تقدر تعمل جلسة تخاطب في البيت. اهلا بيكي تمام. حبيبتي، اهلا بيكي. النهارده علشان اعمل لابني جلسه تخاطب هعمل لمين؟ علشان كل ام تبقى فاهمه انا بتكلم على مين. انا بتكلم على الطفل اللي اتاخر في الكلام، الطفل تمام. اللي اتاخر في النطق، اللي هو مين؟ اي طفل عنده اي نوع من اي اعاقه، اعاقه حركيه، اعاقه بصريه، اعاقه سمعيه بتاثر معايا، اعاقه عقليه بتاثر معايا، اي اضطرابات، اضطراب طيفي التوحد، اي مشاكل الحرمان البيئي، المتأخر في الكلام عن طريق البيئة المحيطة ما قدرتش تساعده ان هو ينمو النمو الصحيح، النمو الإدراكي، النمو الانتباهي، النمو اللي في البيت العادي، او يعني ماما ما عندهوش سايباني. مشكلة كبيرة. يعني طفل متأخر عادي، تأخر لغوي عادي، تمام. علشان وانا بعمل كل المجموعة اللي انا هشتغل بيها دلوقتي تبقى كل أم عندها ابني عنده داون يبقى متأخر في الكلام يبقى هشتغل، تمام. ابني عنده اعاقه عقليه هشتغل، ابني عنده اعاقه سمعيه ما هو بالتالي ما سمعش فمش هينطق. المهم ان المشكله اللي في الاصوات، خروج الاصوات والكلام ككل، تمام. بس الفروق الفرديه اللي بينهم اللي هي ايه؟ ده عنده اعاقه استجابته مش هتبقى زي الطفل النورمال. يعني انا هشتغل مع مين دلوقتي؟ هشتغل مع نورمال واب نورمال، اوكي كده؟ كده تمام. تبقى مفهومة عند ماما. ايه ده؟ يعني انا هشتغل مع طفل عنده اعاقة عقلية زي الطفل النورمال العادي اللي ما عندوش اي مشكلة؟ هتشتغلي، بس ده استجابته هتبقى ابطأ من ده. تمام، ده هتشتغلي معاه فترة طويلة، ده هياخد المعلومة في الساعة اللي انت قاعدها. بطيء التعلم، يعني هنا نتعامل مع بطيء بطيء تعلم. تعلم دي حاجة تانية. لا انا بتكلم على الاعاقات، تمام. بتكلم على اللي عنده توحد، بتكلم على اللي عنده داون، بتكلم عن اي متلازمة، اي اضطراب. المهم ان انا عندي مشكلة كبيرة، تمام. تمام. وهعمل برضو نفس النشاط على اللي عنده مشكلة صغيرة اللي هي التأخر اللغوي، يعني تمام. الجلسة النهاردة هتشمل الاتنين، ده أو ده، هي هتنفع معانا. تمام، هتنفع معايا من عمر السنتين هبتدي اشتغل، بس استجابة ده غير استجابة ده، بس عشان ماما تبقى فاهمة هي هتعمل ايه. ما تقولش هو انا دلوقتي ابني هيستوعب ان انا اقول بطة كبيرة وبطة صغيرة وهو عنده اعاقة؟ لا، ما انت واحدة واحدة، تمام. لكن اللي عنده سنتين وما عندوش مشكلة هيستوعبها، تمام كده؟ تمام. احيانا برضو الام يا دكتور في البيت بتبقى سايبه طفلها للتي في. ما هو ده اللي انا قلت عليه غلط، لان هو العلماء بيستقبل. قالوا لنا دي لغه استقبليه، الطفل بيبعد، بيستقبل بيستقبل لكن ما بيعبرش، معندوش ما فيش رسالة. لغه تعبيريه، تمام. كل ساعه الطفل بيقعدها قدام التي في، او مش التي في عامه، يعني مش مسلسلات وافلام، لا انا بتكلم على لغه الاطفال، برامج بالظبط. الاطفال. ليه؟ لان هي هو مركز فيها قوي، بيستقبل منها. حتى ماما ممكن تعمل تيست كده صغير تنادي عليه وهو بيتفرج على الكرتون، إن شاء تمام. الله. احنا كنا زمان بنتفرج على الكرتون بس 8 دقايق لما الحلقة تخلص وخلاص، لكن دلوقتي القنوات مالهاش ذنب، هي القناة بتذيع 24 ساعة علشان فروق التوقيت بين الدول. لكن الأم بتستغل ده غلط، الأم ممكن تقعد ابنها بالخمس ست ساعات. عشان نقدر طيب نرحله العلماء في قالوا لنا اللاوعي. ايه؟
قالوا لنا ان الطفل لما بيتعرض للغه الاستقباليه ساعه بتاخر عمره العقلي يوم. صح. احسبي بقى يا ماما انت قعدتي النهارده خمس ساعات، اخرتي من عمره العقلي يعني الفهم الادراك الانتباه الذاكره كل ده اخرتيه 5 ايام. طب عدي النهارده 5 وامبارح 5 واول 5 واول 5، تلاقي بيجي لي الطفل عنده 4 سنين بس بيتكلم وبيفهم زي اللي عنده 2 سنين. طفل 4 سنين المفروض يقول لي سرد قصه طويله ويتكلم بالزبط. عادي يقول لي جمله من 5 و6 كلمات ويتكلم بطريقه عاديه جدا. تيجي تكلميه يقول لك ايه ماما تبت لي السوتلاته وانا تلت السوتلاته، اهو بيتكلم حلو اهو بس بيتكلم زي ايه؟ زي اللي عنده 2 و2.5 سنين. لكن الطفل اللي عنده 4 سنين يقول لك ماما جابت لي شوكولاته وانا كلتها كلها وما سبتش منها حاجه. يتكلم كده. فالعمر العقلي يا جماعه لما ما بيوافقش العمر الزمني ده بيعمل للطفل مشاكل بعد كده في ايه؟ في ادراكه. يفضل اللي في سنه واقرانه كلهم طالعين بطريقه معينه في الفكر وفي التفكير وفي الاكاديمي وهو واقع عنهم. تلاقيه بيجي يدخل الكيجي هو ما يعرفش حاجه وهما مسابقينه، يجي يدخل كيجي 2، يجي يدخل اولى تلاقيه هو في وادي وهما في وادي. يجي بعد كده الطفل بيحصل عنده حاجه اسمها صعوبات تعلم. من ايه؟ من اللحظه الاولى اللي هي استجابه اللغه او اكتساب اللغه اللي هو من عمر 1.5 سنة. يعني الماما ممكن تغلط في حق ابنها في عمر 1.5 سنة تدفع ثمنها لما يجي يروح المدرسه. الامهات كلها يقولوا ليه ما يعني في اطفال كتير بتتفرج. في طفل بياخد الفيروس زي انا مثلا عندي برد دلوقتي تمام، انا عندي برد انت ممكن تاخدي مني البرد بسرعه وندى لا تمام كده. طيب ليه؟ انت مناعتك ضعيفه وندى المناعه بتاعتها ايه؟ قويه. في طفل بيستجيب للايجابيات بسرعه وطفل بياخد السلبيات على طول. بالظبط تمام بالظبط. ده زي الطفل اللي ماما بتقول لي ما انا ابني قعد قدام الكرتون كتير فتره طويله وما حصلوش حاجه. فروق فرديه بين الاطفال تمام. من طفل ممكن لطفل. ابنك ما كانش حابب الكرتون فبالتالي ما يعني ما جذبهوش قوي فكان بيروح ويجي عليه، لكن ما قعدش زي الاطفال اللي بيفضلوا قاعدين قدام اللغه الاستقباليه دي بيستقبلوا ومفيش تعبير وفجاه يحصل الخطر اللي احنا. دكتور رانيا ناخد اتصال معانا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. يا حضرتك يا فندم عامله ايه؟ الحمد لله يا ربنا يخليك، اتفضل. خليك انا فندم كان معايا بس المدام كان عايز الله يخليك. استاذن حضرتك بس نوطي صوت التلفزيون شويه. الو تمام يا فندم مع حضرتك يا فندم. اتفضل. هي بس المدام بس هتكلم حضرتك على بس معانا طفل بس عنده 4.5 سنين وكده فكان عنده بس مشكله في موضوع النطق والكلام كده، فهي المدام مع حضرتك بس تعرف عن الموضوع ده تسال الدكتوره هدى بس. اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا معايا محمد عنده 4.5 سنين بس هو لسه ودته تخاطب بيدوا له علاج وبيبتدوا بقى معاه بالعلاج ان هو لسه ابتدى يقول 1 و2 و3 وما بيقولهمش بانتظام. لا معلش معلش تاني، انت بتقولي وديتي تخاطب بيدوا له علاج، التخاطب ما بيدوش علاج. تخاطب كلها جلسات تخاطب سلوكيه، جلسات كلها نطق بس، لكن علاج عقاقير قصدي؟ انا وديته ان هو ياخد علاج، ياخد علاجي الاول وبعد كده قال لي هنوديه جلسات لما يتحسن على العلاج. يبقى التشخيص كان ايه؟ انت ورحتي لطبيب مخ واعصاب. الاول ما كانش بيتكلم خالص. تمام بس وديتي طبيب مخ واعصاب مش كده؟ اه تمام. قال لك ايه التشخيص ايه؟ قال لي ان هو عنده يعني تاخر في الكلام يعني. لا تاخر في الكلام يعني قال لي نعمل له اختبار ذكاء لقاه كويس. ماشي طلع كام؟ ما هو كويس. معلش ممكن تديني النسبه الاي كيو طلع كام؟ ما اعرفش والله مش معايا. طيب اصل انا اقول لك على حاجه، تاخر الكلام مستحيل يقعد لعمر 4.5 سنين. هو اكيد كان في مشكله بناء عليها اداكي ليه علاج، اصل تاخر الكلام مش بياخد له دواء. هو ممكن يكون عنده اي شيء تاني. طب حصل معاكي كهرباء؟ نقص اكسجين؟ لا ما حصلش اي حاجه من دي؟ لا ما حصلش معايا اي حاجه من دي، بس على فكره هو لما بطل العلاج الدكتور قال لي ما ينفعش العلاج ده يتبطل مره واحده. بيتسحب من الدم واحده واحده. لا يبقى التشخيص ده لا، يبقى حضرتك لا اما انت فهمتي منه غلط التشخيص. العلاج اللي بيتسحب من الدم تدريجيا تمام، يبقى هو متشخص توحد او حرمان بيئي او نقص اكسجين تمام.
ايوه هو كان متشخص كده لان التاخر اللغوي مش بياخد علاج. طيب انا هقول لك على حاجه، وات ايفر بقى ايا كان التشخيص اللي انت بيه، حضرتك اللي انا هعمله النهارده في الحلقه، انت هتخليكي مع الجلسات بتاعتك تمشي زي ما انت، اللي انا هعمله في الحلقه هو اللي انت هتعمليه مع ابنك. سيبك من واحد اتنين والف ب والكلام ده، دي مخارج واصوات عاديه، هو الطفل هيبقى حافظ مش فاهم. انا مش عايزه الاطفال يطلعوا كده، يعني يا ندى واحد اتنين انا حافظ، لكن انا مش فاهم مين واحد ومين اتنين، مين الف ومين ب، انا مش فاهم ده. المفروض الطفل انا بعلمه حاجات زي اللي انت هتشوفيها معايا في السكتشات دلوقتي، هتجيبي السكتشات، انا جايبه حاجات بسيطه جدا تقدري تجيبيها من اي مكتبه، واشتغلي معايا من البيت. تمام ماشي، شكرا لاتصال حضرتك معانا ونكمل حلقتنا. اتفضلي يا دكتور. نبدا بقى يا دكتور عشان وقت الحلقه ما ياخدش. طيب اوكي خلاص، تاخر الكلام شغل. وبعد كده عايزه اتكلم مع حضرتك التلعثم والتهتهه والفرق بين التهتهه واللجلجه. تمام، عشان في لبس بيحصل بين اولياء الامور في الموضوع. بالظبط خلاص اوكي. تمام، انا هقول لك على التلعثم، نكمل الانشطه معانا. الانشطه اللي انا جايباها دي كلها سهله جدا، اي ماما تقدر تجيبها من اي مكتبه، سكتشات عاديه جدا، كروت عاديه جدا من اي مكتبه موجوده، دوت الفوم جليتر عادي جدا اللي هو بيتلزق من ورا، انا محتاجاه لاني هقول ليه بعمل بيه كده. تمام، انا ببتدي ابني من عمر السنتين. ليه بقول سنتين؟ لان هو ابتدى يتاخر معايا في الكلام. تمام، ابتدي اشتغل معاه. لكن في امهات تانيه شاطره عايزه تشتغل مع اولادها من سن الشهور، 6 شهور و8 شهور، هينفع؟ هو مش ضروري في السكتش، لكن في حاجه اسمها الذاكره البصريه. الطفل اللي عنده 6 شهور انا مش هديله الكارت في ايده، مش هقول له ده ارنب، او مش هقول له امسك دي ايه دي ايه، لا بتبقى ليها طريقه ثانيه، انا عايزه بس يشوفها ارنب، او هبتدي بالحاجات الحيوانات اللي بتعمل اصوات، الكلب والقطه والخروف، بحيث ان انا اقول له خروف يقول ماء وابتدي كده معاه. ده من عمر الشهور بتجيب نتيجه، بتجيب نتيجه هائله جدا جدا، لان دي حاجه اسمها الذاكره البصريه بتسجل كل اللي الطفل بيشوفه. تمام؟ بيفضل شايفه لما يجي واللي ماما بتقوله، لان انا عايزه كل الامهات علشان احنا ما نقعش في نقطه التاخر اللغوي عند كل اطفالنا، ابتدي تتكلمي مع ابنك من عمر الشهور، بيبقى هو عنده حاجه اسمها مناغاه، تلاقي الطفل بيقول لك غا 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 ويمسك بايده، وابتدي هاتي له الشقليله، وابتدي هاتي له حاجات بتصدر اصوات علشان الذاكره السمعيه بتاعته، وابتدي اعملي له انتباه وتركيز، تجيبي حاجه بتنور كده، حاجه بتنور كده من عمر الشهور. وهو كمان في بطنها يا دكتور بيبقى عارف الاصوات اللي حواليه. بالظبط بالظبط. تمام تمام، زي دي امهات كتيره جدا جربتها بما فيهم انا الحمد لله، اللي الطفل مامته بتحفظ قران وهي حامل، بيطلع فصيح اللسان، بيتكلم قبل ميعاد الكلام. تمام، وبيطلع الجمل على طول. تمام، طيب هنيجي نشتغل. انا ليه اخترت سن السنتين؟ علشان ماما ما تقلقش، عندي عمر السن السنه ونص، طفل يقول لي ماما بابا تيتا جدو مبو ماما اشرب، ويشاور معايا. الطفل اللي ما عملش كده قدامك كام شهر لحد ما يكمل السنتين، وتبتدي انت تدربيه وتقولي له. في امهات بتكسل تتكلم. في الكتب اسمها الام الثلاجه، هي مصنفه كده، اللي هي بتكسل تتكلم مع الطفل. ماما مبو من غير ما تتكلم، مش تقول له عايز تشرب، تشرب ميه، اتكلمي معاه، انا عايزاكي تتكلمي معاه، عشان هو هيلقط منك، لان سن اكتساب اللغه من سنه ونص بيبتدي ياخد منك كل حاجه. مهمتك انت يا ماما تعملي ايه؟ تدخلي له حصيله لغويه كبيره، انا مش عايزاه يقول، انا عايزاه يخزن، اول ما هيجي يقول هيلاقي جوه في كلام كتير. غير الام اللي ما بتتكلمش، الام اللي ما بتتكلمش عايزه ابنها يتكلم، مش احنا قلنا ان اللغه مكتسبه؟ صح، اللغه بتاعتي دي مكتسبه. هاتي طفل قاعد مع سم وبك ماما، تمام، وبابا نفس الموضوع، وهو قاعد بنضطر نودي الطفل عند حد من ايه، تيتا وجده، حد من القرايب علشان يتكلم. طب هم فهموا كده لوحدهم ازاي؟ ما هم فهموا ان الطفل وهو قاعد مع حد ما بيتكلمش هيحصل ايه، مش هيتكلم خالص. صح، والحالات دي عندنا منها كتير. تمام معايا. طيب انا بقى الام قليلة الكلام، والاب بيجي بالليل برضو قليل الكلام، وبيعمل ايه؟ بيجي يقعد على الموبايل، وماما بتيجي تقعد على الموبايل، ومفيش كلام للطفل. طب انت عايزه ابنك يستجيب للغه ازاي، او يكتسب اللغه ازاي؟ هو هيقلد بقى. بالظبط، ما انا عايزاه يقلد بقى. انا عايزاه، عايز تشرب مش تديله وانت ساكته، تشرب ميه لغير. ولا اجيب لك عصير؟ تشرب عصير وتكون يا ماما
المخارج صحيحه. صح. تكون المخارج صحيحه، ما تقوليلوش اي ستلته دبلت ستلته تكلميه زيه. ليه؟ انت بعد كده هتدخلي في حاجه اسمها لدغات. صح. اول ما يجي يتكلم ما هو نطق، لو انت لو هو قال لك ستلاته، لو قال لك متلونه، بتضحكي وبتنبسطي وبتبقي فرحانه وبتقولي له وبتقولي لكل اللي حواليك. هو لما يعرف ان انت مبسوطه يجي يقولها كتير، خلاص ابتدت اتوصمت بقى معاه ان هو بيقول ستلاته مش شوكولاته. معايا؟ فلازم وماما وهي بتتكلم تكون المخارج كلها صحيحه وواضحه، تمام؟ وبلاش ازدواجيه اللغه، بلاش تدخلي لابنك لغه ثانيه. بصي كل الماميتز دلوقتي كلهم عايزين يتكلموا زي نو نو بليز كام هير، طول ما هي قاعده. حبيبتي علميه انجلش، علميه فرنش زي ما انت عايزه، بس امتى؟ بعد اكتساب اللغه الاولى اللي هي اللغه الام. مزم. بعد سن الثلاث سنين ونص لما تلاقي وتاكدتي ان ابنك بيتكلم جمله صحيحه وواضحه من ثلاث كلمات، ماما انا عايز اكل، ماما عايز اكل مكرونه، ماما عايز اشرب عصير مانجا، خلاص ابنك بيتكلم. دخلي اللغه الثانيه اللي انت عايزاها زي ما انت عايزه. لكن اللي بتدخل اللغه الثانيه قبل اكتساب اللغه الاولى من عمر صغير، بتبصي تلاقي الطفل اجي اقول له ده احمر، يقول لي لا رد. كلمه لا رد يعني انت مش فاهم، يعني انت حافظ مش فاهم. صح. فهمتيني؟ اللغه الثانيه جت على اللغه الام. انت اديله اكتساب اللغه الاولى، تعرفيني ده اللون الاحمر، وتمسكيه طماطم حمراء، وتجيبي له تفاحه حمراء، وتلبسيه بجامه حمراء، وتقعديه على فوتيه احمر، وي 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 وي، خلاص احمر. يجي لما ياخد اللغه الثانيه معاه، تيجي تعرفيه ان دي ده ريد. تمام؟ طيب كل ام معايا من عمر السنتين، انا وضحت ليه انا ابتديت من عمر السنتين؟ عشان هيكون اتاخر معايا. عمر السنتين لازم يديني 200 كلمه. طيب الطفل اللي ما ادانيش 200 كلمه، اعمل معاه ايه؟ هشتغل في السكتشات دي. عندي سكتش، المفروض لكل ام هيبقى عندي سكتش ايه؟ العائله. سكتش العائله ده، سكتش العائله بحط هنا صوره بابا. انا طبعا الوقت ما اسعفنيش ان انا اجيب صور اشخاص، هنا هحط صوره مين؟ بابا، واقول له بابا بابا، وده مين؟ بابا محمد، بابا محمد. ده كمان ممكن اشتغله من عمر قد ايه؟ من عمر سنه. من عمر سنه بابا محمد يشوف صوره بابا، هيجري على بابا وهو جاي ويقول لك بابا. من عمر السنه ابتدي اعمل سكتش ايه؟ العائله. اجي للصوره اللي بعدها، ماما، صوره ماما، ماما. تمام؟ ابتدي ماما رانيا، ماما رانيا، واعمل ريفيجن كل شويه. بابا محمد، فين ماما رانيا؟ طيب اخويا، اخويا يوسف، اخويا يوسف، وابتدي اخويا يوسف، اخويا عمار. تجيبي لي يا ماما انا محتاجه ايه من ماما؟ انا محتاجه بابا ماما اخواته كلهم، محتاجه تيتا وتيتا وجده وجده وعمه وعمته المحيطين، واولاد عمه واولاد خالته المحيطين اللي عايشين اللي موجودين اللي مش مسافرين، اللي هو بيشوفهم على طول معاه، اللي بيشوفه شو. اللي بيشوفهم ليه؟ علشان لما اجي اقول له فين عمار يقول لي عمار، ويبتدي يتكلم معايا عمار، مش ضروري ينطقها لي صح معايا، بس قالها، عرف وقال كده، ادراك كده، انتباه كده، تركيز كده، نطق. تمام. معايا؟ يبقى قال لي عمار. طيب ايه ده؟ فين حسن؟ حسن اهو. ايه ده؟ فين بوسي؟ اهي بسملة اهي. ايه ده؟ فين اهلة؟ فين خالد ابن عمي؟ فين ادم؟ فين ريتال؟ فين مريم؟ فين عمر؟ وهكذا. هو يشاور على الصورة ويقول لك الاسامي. ايه ده؟ رؤية اهي. ايه ده؟ لما اهي. ريو رودي اهي. وهكذا. توري له الاسامي وايه؟ وهو يقول لك، وتقولي له بقى بعد كده يلا طلع لي فين بابا، رينات فين، طلع لي بابا، طلع لي تيتا، طلع لي جده، طلع لي عمه. يبتدي يحفظهم من عمر ايه؟ من عمر السنه. سكتش العيله ده هيفيد كل الامهات ومعاها لايه؟ لاولادها كلهم. يبقى ده اسمه سكتش العيله، فيه كل صور العيله وانت كاتبه من فوق. طب انا ليه كتبت؟ هو هيقرا؟ انا مش عايزاه يقرا، بس عايزه وانا بكتب للطفل اللي لسه هيطلع لي الصوت، هعمل ما ما، واعمل سلاش كده واقول ما ما هكذا. تمام؟ ما ما، با با، تي تا. بقطع الصوت؟ بقطع الكلمه مقطعين علشان يبتدي ينطق معايا. طب طفل ما نطقش بس يشاور،
اهم حاجه. ليه؟ لان انا عندي الفهم والادراك اهم. معانا اتصال. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ام يزيد ازيك؟ الله يسلم حضرتك. اتفضلي. لو سمحت، هو انا ابني عمره 3 سنين ونص، بس هو لما بيتكلم عادي جدا، بس هو اوقات كتيره كده بيكرر الكلام، وفي كلمات بيقولها ما بتبقاش مفهومه للي قدامه. طيب بيكرر الكلام، يعني حضرتك بتقولي له عايز تاكل يقول لك اه عايز اكل، ولا بيقول لك عايز تاكل بيقول زي ما انت بتقولي؟ اه لا، مثلا اقول له عايز تاكل ايه، يقول لي مثلا عاوز اكل مكرونه، عايز اكل بانيه، عاوز اكل اي حاجه، يعني بيقول. طب يعني بس اوقات مثلا لما نطلع الشارع ويحتك بحد وكده، لو حد بقى مش عارفه مثلا يقول له ازيك يا يزيد، يقول له ازيك يا يزيد بصوت واطي يعني، واحس ان هو خجول في تعامله مع الناس يعني تحته وكده. بس هو لما بيبقى وسطينا يعني وحد عارفهم واهلي وكده، لا ازيك يا زيد انا كويس عامل ايه الحمد لله وكده. لكن ازيك يا زيد دي لما او مع الاطفال اللي هو بيشوفهم برضو في الشارع بيبقى بالطريقه دي. هو مش كل كلام عامه يعني بيكرره، بس في كلام كتير برضو بيكرره، وانا قلقانه لان عمره 3 سنين ونص يعني مش صغير. طيب معايا، انت منزله حضانه؟ نعم. منزله حضانه؟ بيروح حضانه؟ ايه بيروح حضانه؟ اه انا وديته الحضانه، بس هو يعني قعدت الشهر اللي فات ده لان يعني الجو كان بارد وكده. لا ما ينفعش. بس انا وديته الحضانه فلقيته بيحفظ، وسالت المعلمه عليه وكده، قالت لي هو كويس وبيقعد يقرا والحاجات اللي هو خدها بيجي هنا برضو البيت يسمعها. طيب بيتفرج يعني على كرتون كتير؟ هيا زياد بيتفرج على كرتون كتير؟ نعم. بيقعد قدام الكرتون كتير؟ احاول ان هو يختلط يعني بالناس. انا عايزاه، اه ما انا عايزاه، ما بقول لا مش بتكلم على يختلط، هو كده كده لازم ينزل حضانه، ما تقعديهوش اجازه. اه تمام، لان دي حاجه اسمها ايكولاليا. ايكولاليا دي يعني تكرار. إيه؟ حاجه اسمها ايكولاليا، تكرار الكلام بدون فهم. تمام، تكرار الكلام بدون فهم. معاكي في التليفون، ممكن اسمعك من التليفون. ماشي، اقفلي حضرتك واسمعينا. من هقول لك يا زياد، الطفل اللي بيجي له الايكولاليا، الايكولاليا يعني مصاداه، يعني تكرار الكلام، يعني ترداد الكلام، ليها كل المسميات دي. الطفل ده زمان زمان كانت الايكولاليا بتيجي لاطفال التوحد بس، نظرا للي حصل دلوقتي ان الاطفال كلها قدام اللغه الاستقباليه سواء في التلفزيون او على الموبايل، مشغلين طول النهار يوتيوب بيلعبوا او بيشغلوا برامج، حتى لو برامج اطفال بس على طول بصوره، على طول ساعات طويله، ابتدت هي كمان الاطفال اللي عندها تاخر لغوي يحصل معاهم ايه؟ الايكولاليا. تمام؟ آه طيب الايكولاليا دي معناها ان انا مش فاهم السؤال. طب هو مش فاهم السؤال ليه؟ علشان يتعرض للغه استقباليه وقت وفتره طويله. يبقى انا امنع عنه يا زياد لو سمعيني، امنع عنه اللغه الاستقباليه اللي هي ايه يا زياد؟ الكرتون وبرامج الاطفال اللي بتيجي واغاني الاطفال اللي بتيجي على التلفزيون. معلش لو قدرتي تحكميها ان هي تبقى نص ساعه ماشي، ما قدرتيش يبقى هي المفروض ان لا خالص، المفروض ان انا اقفله نهائي. تمام. لكن الامهات بيقولوا لي ما بنقدرش علشان بيبقى عندهم ظروف كتير، خلاص يبقى هي نص ساعه. ابنك لو قعد اكتر من كده هيدخل في حاجات صعبه. ممكن دكتور معانا اتصال، انا حاسه ان هي داخله في اتجاه برجر. ما هو انا بتكلم على ما انا مش معانا اتصال، ان هي الفكره ان الايكولاليا برضو بتيجي لاطفال التاخر اللغوي علشان خاطر هي ايه، لكن ما ينفعش تغيب من الحضانه نهائي. لازم تفاعل اجتماعي علشان ما يدخلش في سبرجر. ناخد التليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي معاكي الدكتوره. اتفضلي معاكي. دكتوره ازيك؟ ايوه يا حبيبتي اتفضلي. الحمد لله. بقول لك ابني عنده 3 سنين ما بيتكلمش خالص. ولا ماما ولا بابا؟ اه ما بيقولش الا ماما وبابا بس. طيب لما بيعوز ياكل او يشرب بيقول لك ايه؟ بيشاور يعني على الحاجه. بيشاور. بيشاور ولا بياخد ايدك؟ لا لا بيشاور. بيشاور لكن ما بياخدش ايدك للحاجه. تمام كده؟ اه. طب حضرتك كشفتي عليه؟ ايوه انا كشفت عليه، له ما عندوش حاجه ووديته جلسات تخاطب، بس كان بيروح هناك ويعيط يعني ما كانش بيستفاد بيها. تمام. طب نزلتيه حضانه؟ لا لا ما وديتوش حضانه خالص.
دي كانت غلطة حضرتك. الطفل لما بتلاقيه متأخر في الكلام لازم تنزليه حضانة من عمر السنتين. الشهر ده إن شاء الله لازم يروح حضانة. ما هو ما بيتكلمش دكتور خالص، يعني يقعد ينقاه يشاور على حاجة بس. ما أنا فاهمة، مش مشكلة، أنا عايزاه يختلط بالأطفال عشان يلقط منهم ويكتسب اللغة منهم، فلازم ينزل حضانة. بيلعب مع الشارع كده بس. لا عايزاه، لا لا لا، أنا عايزاه ينزل حضانة، لازم حضانة، لازم حضانة، ولازم جلسات بدل كمل الثلاث سنين. حضرتك مش مشكلة، غيري المكان، غيري المكان، غيري المكان، بحيث ان هو ممكن يكون مش متقبل المكان او مش متقبل الاخصائي او الاخصائيه اللي شغالين معاه. في اخصائيه بتبقى بشوشه كده وبتدلع الطفل وبتجيب له لعبه وبتبقى حبوبه كده الطفل يحبها على طول. حاولي تغيري المكان وتنزليه حضانه. ما فيش الا عندنا مركز واحد ده. هو حضرتك فين يا فندم؟ انا في اسيوط. فأسوط. يا حبيبتي تمام. القرية يعني طبعا كرة الصعيد كلها ما عندهمش تخاطب. معلش. طب هقول لك على حاجة، انت هتقدري تعملي اللي انا قلته النهارده في الحلقة اعمليه معاه في البيت. طيب دكتور رانيا، ممكن من اول الحلقة عن طريق البيج بتاع حضرتك تنزلي فيديوهات وهي تتابع مع البيج وتعرف من البيت؟ تمام مفيش مشكلة. تمام مفيش. طب مشكلة. عند حضرتك متوفر نت اكيد في البيت صح؟ بتدخلي على النت في البيت؟ بتدخلي على الفيس؟ طيب ممكن دكتوره رانيا اكتبي على الفيس اول. اتفضلي. اكيد اكتبي على الفيس اخصائيه التخاطب رانيا صلاح بالعربي، هتظهر لك الصفحه بتاعتي عليها حلقات كتيره قوي انا عاملاها لكل ام في البيت، تقدري تشتغلي معاه من بيتك، اعملي كل الحلقات. وعلى اليوتيوب برضو انت اكتبي رانيا صلاح على اي حاجه هتظهر لك كل الفيديوهات بتاعتي اشتغلي بيها. بنشكرك يا ساره وكملي معانا، الدكتور لسه شغاله في الجلسه. هي ممكن كمان تتابع حضرتك ولو هي في سؤال او اي حاجه اكيد مفيش مشكله خالص. مفيش مشكله. طيب انا كل الفيديوهات اللي منزلاها ازاي الام تقدر تشتغل مع اولادها، للامهات اللي زي كده بالزبط. الامهات اللي في قرى الصعيد بيشتكوا كتير، بيقولوا احنا ما عندناش. يعني في واحده كلمتني من اسوان بتقول لي حرام عليكم، يعني جامد، بتقول لي حرام عليكم انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ يعني ليه بتوع القاهره وبتوع اسكندريه وبتوع مرسى مطروح والغردقه شغالين واحنا لا، انتوا ليه سايبين الصعيد؟ احنا ما عندناش حاجه خالص، واحنا اولادنا تايهين واولادنا ضايعين وانتوا سايبيننا خالص. بصراحه ما عرفتش اعمل معاها حاجه، قلت لها كل اللي اقدر اعمله ان انا بعمل ده للامهات، اقدري تشتغلي انت مع ابنك في البيت. طب احنا ممكن نعمل يا دكتور كل مثلا فتره ننزل بتجمع، احنا موجودين في المكان الفلاني في الوقت كذا ويجوا بالظبط. والله يا ريت نعرف نعمل كده. تمام يا ريت والله. الدكتور معانا اتصال معلش. تمام. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي انا معاكي. بصي حضرتك، ابني عنده سنتين وثلاث شهور، الكلمات اللي بيقولها بابا ماما ميه حصان فيل كده، بس كل كلمه ناقصه المقطع او الحرف الاخير بتاعها. فانا عايزه اعرف اعمل معاه ايه، او هو كده متاخر في الكلام ولا لسه؟ انتي قلتي او الجمل اللي قالها، يعني مثلا لما يجي ناجي على حد يا ننا يا ماما يا بابا كده. طب ثلاث سنين عارف الاشخاص اللي حواليه؟ سنتين وثلاث شهور. سنتين معلش يا مصمم، سنتين وثلاث شهور. لا كده مش متاخر. مش متاخر؟ ركب لك الجمله من كلمتين، ماما اشرب، ماما مبو. لا ميه، يعني لما يطلب حاجه يقولها ميه، لسه ما قالش اكل قال يقول لي ماما كده. لكن عارف الاشخاص اللي حواليه، عارف مثلا عرفته على كذا صوره حيوان عارفهم، اسد حصان حمار كلب قطه. طيب كدا. جميل قوي جميل قوي. انا عايزه 200 كلمه. انا عايزه 200 كلمه. 200 كلمه؟ لا هو احنا لسه ما وصلناش ل 200 كلمه. تمام. الاسكتشات بقى اللي انا هعملها دلوقتي هتحصلي له ال 200 وال 500 كلمه كمان. طيب مش اتابع حضرتك؟ بالظبط. اللي انا تابعينا وخليكي معانا، ده اللي هيخليكي تجمعي حصيله لغويه كبيره. ممكن بس نوقف الاتصالات حاليا لغايه بس ما الدكتور تعمل سكتشات، وبعد كده نعود الاتصال تاني. يلا يا دكتور عشان وقتنا بس. طيب انا عملت سكتش العيله. تمام. وعرفنا بابا وماما وتيتا وجده وكل ده. تمام. عندي سكتش كمان هبتدي اخرج منه الاصوات. اصوات مش الف ب زي ما هم ايه متخيلين. انا عايزه اصوات. اصوات يعني اقول له ا او اي بالفتحه والضمه والكسره. تمام. انا مش بقول له الف، لا انا مش بقول له الف، انا بقول له ا او اي ا او
نفس الموضوع على كل الحروف بتاعتنا واقول له با بو بي. شفتي يا ماما المخرج انا مخرجاه ازاي؟ مش تقولي له بسكويته بقى ا او اي، لا انا عايزه ا او اي. تمام، بحيث ان هو يخرج معاكي صوت. لكن كلمه الالف دي كلمه الف لا تقيله عليه، لكن لما اقول له ا عشان اجي اقول له اسد، اجي اقول له با عشان اجي اقول له بط، عشان تعرفي مخارج الحروف. تمام، انا كده بخليه يخرج ايه؟ يخرج ايه؟ صوت. تمام، دي اسمها اصوات، يبقى ده سكتش الاصوات. تمام، مخارج الاصوات دي كمليها بقى كلها بالفتحه والضمه والكسره بتاعتنا. تمام، يلا بقى نبتدي اعرف له بقى الحصيله اللغويه بتاعتي، وابتدي عندي كل الصور دي موجوده في اي مكتبه. هتجيبي لي كروت، هتجيبي لي كروت للخضار، كروت للفاكهه، كروت للحيوانات المزرعه وحيوانات الغابه، كروت لوسائل المواصلات، كروت عندي الاساس المنزلي، كروت للملابس، كروت للفعل الافعال، هتلاقي فيه افعال، هتلاقي الكلمه وعكسها والمفرد والجمع والمؤنث والمذكر. ليه؟ انا بقول من عمر السنتين لحد ايه؟ الخمس سنين وانت طالعه. تمام كده، لحد الخمس سنين. هتقولي لي هو الطفل اللي عنده 3 سنين ونص اقدر اقول له جمع ومفرد؟ احنا بنديله عمر ال3 سنين بديله، بس ما بقولوش ان ده جمع وده مفرد. تمام، بس الاول انت بتديني، ببتدي الزق كل الكروت زي ما قلنا كده، الكروت كده، وابتدي الزق الكرت واقول له بطه بطه. يلا بعدين ابتدي اعمل ايه تاني؟ بعدين ابتدي اعمل ايه؟ بطه تقوم في الميه. انا مش عايزاه يقول لي تقوم في الميه، انا عايزاه بس يقول لي بطه. طب اوكي، عايزاه يشاور، عايزاه يشاور. الكارت ده ليه هدف تاني، لما اطلع بيه شويه اقول له بطه كبيره، بطه صغيره، صح، اسد كبير، اسد صغير. تمام دكتور رانيا، احنا باقي دقيقه على الحلقه، يا نهار ابيض، على الفقره، مع الاسف. معقوله؟ معقوله. فاحنا ممكن نيجي تاني ونعمل جلسات تانية، عشان حتى الناس اللي في الصعيد واللي زي ما حضرتك قلتي ان هم مش مهتمين بالتخاطب. تمام، فممكن نيجي ونعمل كذا جلسه، مفيش مشكله، والناس ما دام متابعانا يبقى دي حاجه كويسه جدا ليهم. طيب يعني، جميل قوي، مفيش اي مشكله. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور رانيا، اتشرفنا بيكي. عشان كده وقفت الاتصالات لان اخذت مننا وقت. وقت، مفيش مشكله، ما لحقناش التلعثم، هنقوله مره ثانيه. اتهتها. ونكمل الجلسه كمان مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نطلع فاصل ونرجع مع كابتن محمد سامي حكم دولي. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع كابتن محمد سامي حكم دولي. اهلا يا كابتن. حكم دولي، ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ النهارده هنتكلم عن الديفوهات وازاي نخسس منطقه معينه، صح كده؟ تمام. ايه الرياضه بقى اللي بتسمح ليا ان انا مثلا لو بالنسبه للليدي عندها ارداف بطن، دراعات، في هرمونات بتبقى ذكوره زايده عندها في الدراعات، طب دي احنا بقى بنتعامل ازاي بالرياضه اللي هي خصيصا تنزل الاماكن دي؟ ولو في المان برضو هننزل ايه الرياضه اللي مفضله ليهم هتبقى ايه عشان تظبط العضله كذا؟ انا عايزه اقوي العضله دي. وعندنا في الليدي ماشيين مع الايروبكس والزومبا، انت وجهه نظرك ايه بقى في الدنيا دي كلها بما انك مدرب حكم دولي؟ هو رقم واحد طالما احنا ندخل في موضوع هرمونات ومعدلات حرق وجسم بيحرق جسم ما بيحرقش والعب ايه نوع الرياضه، قبل ما افكر ادخل الجيم لازم اعمل مجموعه تحاليل معينه. تمام، لازم اتاكد ان الغدد بتاعتي بتحرق حرق منتظم، الكبد بتاعي مظبوط عشان يقدر فيه تمثيل غذائي وفيه امتصاص والدوره العظميه بتاعتي تكون مظبوطه. تمام، سيستم الجسم بالكامل. تمام، هيقدر يمتص الاكل وطبيعه الاكل اللي بعمله ولا لا، قدره عضله القلب قد ايه، عشان ما اروحش العب مثلا كارديو بمجهود معين يكون اوفرلود على جسمي او على عضله القلب او مجهود قليل فالعضله مش هتستجيب. تمام، او اللي انا باجي اعمل اختبار للعضلات لازم انا بعمل اختبار لقوه العضله اللي انا بتمرنها، لو انا عملت قوه متوسطه او اقل مش هيبقى في نتيجه للعضله ومش في نتيجه للتمرين اللي انا بعمله. عشان العضله تحس ان انا بتمرن لازم اكون في متوسط 75%
من قوة كل عضلة أنا بتمرنها. هعرف ده إزاي؟ نتيجة اختبارات معينة المدرب أو الترينر بتاعي المختص بيعملها. ده أول ستيب لازم بعمله، اللي هو بعمل تحاليل وبعمل حاجة اسمها فيتنس تيست أو بعمل اختبار اللياقة بتاعي، اللي هو أنا بقدر أعمل قد إيه، المرونة بتاعتي، أقدر أعمل استريتشات ولا لأ، بقدر جسمي فيه فليكسيبيليتي ولا لأ، فيه بالانس ولا مفيش، بقدر أقف مثلا على رجل واحدة وما بقدرش، بقدر أمشي في خط مستقيم ولا بحس لعدم اتزان. بعد ما بعمل التستات دي كلها أبدأ أحط البرنامج التمرين المناسب لكل شخص والأكل. طبعا الأكل ده موضوع تاني، إن أنا النهاردة لو أنا أكلت غلط، واحد يقول لي مثلا طب ممكن أكل كبدة، طب ممكن أكل بلح، الكلام ده كله عشان أحدده لازم أعرف الأول نواقص جسمي إيه من الأكل. في مشاكل عندي فيتامين ولا مشاكل عندي في الغدد زي ما إحنا ما قلنا عشان أقدر أتعامل بيه. النهاردة أنا وأنا باكل فراخ على طول، لو أنا باكل لحمة على طول، النهاردة في خلل هرموني موجود جوه الأكل نفسه، بسبب إن في تسمين بسرعة، في هرمونات بتتاخد بطريقة معينة، في 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 حلو. عشان أقدر أفصل ده، طبيعة كل جسم كل شخص زي ما حضرتك ما قلت، في ظواهر معينة بتقول إن في خلل هرموني في الجسم، أو في ظواهر معينة بتقول إن في خلل في الجسم هرموني ولا ما فيش. في بنات تبقى خايفة إن هي تطلع ماسلز كتير، ده مش هيحصل. نسبة التستوستيرون في الجسم لا يمكن هتكون زي الولد. نسبة هرمون التستوستيرون والاستروجين عند البنت مختلفة تماما عن نسبة الهرمون والاستروجين عند الولد. عشان اطلع عضلات لازم يكون نسبة التستوستيرون تكون عالية. مش هيحصل ده بالاكل، ده بيحصل بيه عوامل اخرى. ممكن اقدر بالاكل اللي انا اعمل تحفيز للهرمون، اقدر حاجة مثلا زي الجنزبيل او القرفة. الجنزبيل لما اجي اخده بكميات ده بيزود تستوستيرون في جسم الانسان وبيزود درجه الحراره ومعدل وبيزود كمان معدل الحرق، ان هو بيعلي درجه حراره الجسم. الحاجات الحاره الكلام ده كله نفس الكلام. لكن النهارده اعمل ايه لو عايز اعمل تعديل قوام؟ عندي مثلا جسم اللي فوق غير اللي تحت، او عندي مشكله في دراعي، في ظهري، عندي تراكم دهون في اماكن معينه. ده من خلال برنامج التمرين اللي انا الستيب التاني اللي انا قعدت وعرفت التارجت او الهدف من التمرين، او اللي انا رحت الجيم عشان اعمل ايه. النهارده انا لو بعمل ايروبكس او اعمل كارديو، انا بحسن النفس، وده بيشتغل على عضله القلب وبيشتغل على فيتنس واللياقه بتاعتي. لو انا عايز افصل، بعمل كارديو وبعمل شكل الجسم، بدخل اعمل بقى تمرينات الاسترينس اللي هي الدمبل او الفري ويت او الماشين، او مثلا ممكن حتى برضو استعمل التي ار اكس شويه عشان حسب الليفل بتاع كل شخص. طب هل انا بحتاج سبلمنتد فود معايا وانا بلعب رياضه؟ السبلمنت اهم حاجه، طالما هنقدر اللي احنا نتكلم فيها، لازم رقم واحد الاكل. لما جسمي ياكل كويس جدا وياكل كميه الاكل اللي جسمي محتاجها من بروتين وكارب وخضار وفيتامين، ابدا اخد الاوفر اللي هو السبلمنت. تمام، باخد حاجات تعمل لي سبورت للجوينت، في حاجات ادويه وممكن حاجات باخدها عشان المفاصل بتاعتي تفضل في ريكفري مستمر. تمام. بعض الدكاتره بتدي اللي هي الشوكولاتة جيم اللي هي بتتاكل وانا اثناء وانا بلعب رياضه، هل فعلا دي حاجات مصرح بيها ولا؟ هي حاجات مصرح بيها، بس بتفرق حسب كواليتي كل حاجه. يعني في شوكولاتات بيبقى فيها مشكله ان نسبه السكر فيها عاليه، وده طبعا مش مسموح. اي حاجه تتاكل داخل التمرين مش مسموح غير عصير برتقال او عسل نحل بالبرتقال، مش سكر، او عسل نحل بميه. ليه؟ عشان ده سكر احادي، ما بيخليش البنكرياس او الانسولين يفرز في الجسم. او مستخلصات الاعشاب. كنا الحلقه اللي فاتت كان في حد من المشاهدين كان بيتصل وبيسال، هو انا ينفع اعمل ريجيم نظام غذائي عشان اخصص منطقه معينه؟ فنقول السؤال النهارده بقى، وانا ينفع اروح الجيم عشان اخصص منطقه معينه بس، ولا جسمي كله لازم يتاثر بان انا بروح الجيم؟ دي حقيقه. انا النهارده دلوقتي عشان خاطر بتارجت حاجه معينه زي لعيبه كمال اجسام والفيزيك والكلاسيك وهكذا، هو بيقدر يكون جسمه ازاي؟ من خلال برنامج التمرين زي ما لسه قايل، مفيش من دقيقتين، من خلال برنامج التمرين بتاعك انت بتحدد شكل الجسم. ايه المناطق اللي انا عايز انزل فيها دهون؟ يعني انا لو انا رايحه عشان انزل فيها عضلات، يعني انا رايحه مثلا الجيم انزل منطقه بطني بس،
همشي هعمل كده يعني. الكابتن اللي هيكون معايا او المدرب اللي هيكون معايا هيعمل لي التمارين اللي هتنزل بطني بس، مزبوط. ولا هو لازم اعمل تمارين لكل جسمي عشان كل عضلات الجسم تشتغل؟ اولا انا بعمل تمرين عمل الجسم وده اساسي، بس انا بثبت الليفل اللي انا عايز اوصله. النهارده اللي انا عايز اثبت حجم العضلات اول شيء اللي انا اوصل له انا بقدر اعمل ده. ليه؟ ان انا بعمل حاجه اسمها سيركل تريننج او تمرينه دائريه. التمرينه الدائريه دي اللي انا بحرك فيها كل عضلات جسمي بنفس التكرار بنفس نفس العدد بنفس القوه، تمام؟ حسب قوه كل عضله، لا تتعدى ال 65% عشان يبقى انا كده بعمل لها ورم اب، ما بعملهاش تقويات او ما بزودش حجم العضلات. اجي بقى للمناطق اللي انا محتاج اخسسها بعمل تكرارات فيها اعلى، اللي هي ممكن يوصل ل 20 25 او ممكن كمان احيانا توصل ل 30 عده. والمنطقه الواحده اللي انا محتاج اخسسها زي ما حضرتك مثلا سيب بتقولي منطقه الكور او منطقه الوسط دي بكثف عليها عدد تمرينات، ممكن ادخل سي مثلا خمس اشكال في خمس ادوار في نفس المنطقه عشان اعلي فيها معدل الحرق وافقد نسبه الدهون. السؤال بقى اللي هو بتاع الاكل متحكم في مناطق معينه في الجسم، الجسم بيترجم اي اكل باكله لسعرات حراريه، سعرات الحراريه دي اللي هي مصدر الطاقه والوقود بتاع الجسم توتال كجسم عام. هو ما بيقدرش يفسرها انا بروح فين. بس اللي بيحصل ايه؟ ان مثلا زي ما قلت لحضرتك لو انا باكل اكل معين بيزود الاستروجين في الجسم، فجسم بيخزن ميه، فجسم بيعلي تخزين الفات. بقلل الاكل ده وبزود الاكل الحاجات اللي هي بتساعد في امتصاص الميه وتكون مدرتك او مدرات ميه للجسم عشان تساعد في تخسيس وسحب الميه اللي موجوده. يعني انا دلوقتي اللي بيجي يعمل دايت في بعض الدكاتره او بعض الناس على السوشيال ميديا يقول لك ايه المنتج ده لو انت خدته هيخسس لك منطقه كذا، بالنسبه لحضرتك بقى الكلام ده غير صحيح. هو صحيح، هو مفيش منتج بيخسس كذا لوحده، لازم الرياضه كمان، لازم رياضه. النهارده حتى اللي بيعمل عمليه اللي هي بتاعه تغيير مسار المعده او كذا او تكميل بيقعد شهرين كاملين على السبلمنت بالزبط. فده اكبر دليل ان السبلمنت مش مضر الا في حاله لو انا بستعمله اوفرلود على جسمي فوق احتياجي مش في النورمال. طول ما انا بستعمله في النورمال انا سيفتي. زي الاشاعات اللي طلعت ان السبلمنت بيهدد بالوفاه وان هو من ضمن المنشطات، لا، في ناس بتستعمل حاجات تانية مساعده غير غير المكملات وتقول انا باخد مكملات. النهارده احنا من في مصر هنا بقى في شركه زي شركه مثلا ماكس هيلز، شركات مصريه صينيه او بتبقى بتستورد حاجات موثوق فيها موثقه في وزاره الصحه وموثقه عالميه. دي كلها ايه؟ شاي اخضر، قهوه خضراء، جينسينج اللي هو جينسينج كوري، كروميوم، الحاجات المصرحه ومرخصه، حاجات طبيعيه، حاجات طبيعيه. اقدر ده اخده من ايه؟ ما انا اقدر اكل بصل كويس. النهارده في كام واحد فينا بياكل بصل؟ كام واحد فينا بيهتم ان هو ياكل حاجات طبيعيه والسلطه الخضراء والليمون عشان يعوض الاملاح المعدنيه بتاعته؟ ما هو ده اللي موجود في الكروميوم، هو ده اللي موجود في كذا الجينسينج. لو انا اهتميت بالاعشاب والشركات المصريه اللي بتعمل الاعشاب دي او الشركات المصريه اللي بتعمل سبلمنت كمان كبروتين، كبروتين بار، كبروتين ايزوليت، في عندنا دلوقتي الحاجات دي بقت مميزة جدا. مش لازم اجيب المستورد الغالي اللي هو بيعدي ال 2000 جنيه وال 1800 جنيه. يعني حضرتك بتنصح ان انا قبل ما اشتري العبوة السبلمنتد اشوف المكونات اللي فيها ايه اللي انا محتاجها؟ هتفيدني ولا لا؟ اه، انا لو كلت كبدة انا هرجع للكبدة تاني او هرجع لحاجات معينة وعندي خلل في في الكرات الدم البيضاء والحمراء، تمام، وانا عندي مشكله. لو انا اكلت الحاجات اللي تزود لي حاجه فيهم من غير ما اعرف هيدخلني في امراض تخص مرضى الدم وتخص في مشكله معينه. بالظبط. النهارده احنا في الاعشاب والتركيبات الطبيعيه حاجات بتمنع تراكم الخلايا السرطانيه في الجسم او بتقننها او بتقللها. طب انا النهارده اكلت سكر، السكر من الحاجات السموم البيضاء، السموم البيضاء مش كده وبس، هي اللي بيتغذى عليها السرطان. بالظبط. الخلايا السرطانية بتتغذى على السكر. فالسكر من الممنوعات. طب الملح مضر؟ مش في كل الاحيان. يعني كتير يقول لك ملح لا. طب هل المعجنات مضره؟ مش في كل الاحيان، لكن السكر بلاش. يعني السكر هو اكتر حاجه ضاره في الجسم. هنستبدل السكر بعسل نحل مثلا؟ ممكن عسل نحل، ان احنا زي ما احنا قلنا ده سكر احادي. ممكن سكر فاكهه، ممكن اخد الفواكه بتاعتي، ممكن اخد بلح. مش بمنع السكر نهائي،
بس باخده من مصادره الطبيعيه. تمام. طيب دكتور احنا معانا دقيقتين ف طيب انا عايزه اعرف الجيم بتاع حضرتك لو حد عايز يتواصل معاك، وهل السبلمنت فود اللي انت بتتكلم عنها دي متواجده في الجيم عندك ولا بيجيبوها منين؟ هي موجوده من خلال شركه نايتروليت. تمام. شركه مواد غذائيه. تمام. ودي بيطلب بالتليفون على شركه نايتروليت، ممكن اسيب لحضرتك اللينك بتاعها. تمام. وممكن تليفوني ما فيش مشكله، تليفون الشركه بيقدر يتواصل من خلالها ويطلب اي طلب هو عايزه. هيطلب منه للشركه على طول ولا لازم يرجع لحضرتك او يرجع للكابتن اللي ماشي هو معك؟ لما بيطلب من الشركه وعايز اي حاجه ان هو يقدر ياكل ايه مع المنتج ده او يفيده ولا لا، هو بيتواصلوا معايا وانا اللي بقول لهم ايه المفيد بالنسبه لهم وايه المضر. مش بياخد الحاجه وبس يعني. تمام. كابتن محمد سامي احنا بنشكرك لوجودك معانا النهارده، حضرتك شرفتنا. واستنونا في الحلقه الجايه قبل دلوقتي بساعه يوم الثلاثاء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا.